أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صل الأقلام، حيث نرصد فيه أهم ما نشر في الصحف العربية والعراقية والعالمية، ونبدأ بأهم العناوين. جاء في المدى: منظمة دولية النازحون يواجهون تحديات في الحصول على احتياجاتهم الأساسية. لوموند عنونت: فرنسا تبحث عن أنموذج جديد للتدخل في الساحل بعد أن دفعتها باماكو إلى القطيعة. أسوشيتد بريس عنونت: إدارة بايدن قد تفرض قريبا عقوبات على قادة حوثيين. وفي القدس العربي: مقتل مدنيين في غارة بقيادة أمريكا تستهدف جهاديا في سوريا. جاء في التايمز: تجربة روسيا في سوريا قد تكون أنموذجا لحربها القادمة ضد أوكرانيا. ونتصفح في عربي 21: أمينستي تتعهد بمواصلة فتح الفصل العنصري الإسرائيلي. وجاء في العربي الجديد: قتلى وجرحى بإنزال جوي أمريكي شمال غربي سوريا، وبايدن يكشف التفاصيل اليوم. أهلا بكم. عن غياب العقيدة العسكرية للجيش العراقي الجديد بعد عام 2003، الأسباب والنتائج. كتب حاتم الفلاحي مقالا في موقع مركز رسام للدراسات، جاء فيه إن تشكيل القوات الحالية من قبل القوات المحتلة يجعلها تفتقر إلى التأريخ وإلى الحرفية والمهنية والعمل كفريق، ترسيخ منظومة القيم الوطنية كالعقيدة العسكرية والمذهب العسكري، وكذلك وحدة منظومة القيادة والسيطرة، بحيث أصبحت هذه القوة تفتقر تماما إلى البنى التحتية والقواعد المادية التدريبية الإدارية الصناعية والتجهيز والتسليح. تعتبر القوات المسلحة والقوى الأمنية هي الضمان الأكيد لحماية الوطن والمواطن وتطبيق القانون وضمان سيادة وهيبة الدولة، لذا يجب أن تكون هذه القوات مستقلة ومحايدة وفوق الميول والاتجاهات السياسية والصراعات والمصالح الحزبية والنزوات الشخصية، ليتسنى لها بسط النظام والقانون على جميع العراقيين دون تمييز بسبب العرق أو الدين أو الطائفة. إلا أن الواقع يقول بأن القوات الحالية لم تراعي المبادئ الأساسية لبناء أي قوات وطنية محترفة، كونها تفتقر إلى الهدف الوطني والتوصيف الاحترافي والأخلاقي، كما تفتقر إلى مبدأ وحدة القيادة ومقومات النجاح للجيوش الحديثة، علما بأن النسبة الأكبر منها تتصف بالطائفية والمذهبية، وهي عبارة عن قوات هجينة غير محترفة ولديها ولاء مزدوج، كونها تتبع لمرجعيات سياسية ودينية مختلفة، بل إن الكثير منها يتبع لمرجعيات دينية وسياسية خارجية ولديها ارتباطات مشبوهة، وهي في غالبها قوات طائفية تابعة لمراكز قوى تتصارع من أجل السلطة والنفوذ والمصالح، وهي تنفذ مصالح حزبية محدودة وذاتية تتناقض مع الهدف الوطني الأساس الذي تم تشكيلها من أجله، بحيث أصبحت تشكل عبئا كبيرا على القوات المسلحة، وبنفس الوقت تشكل ثغرة أمنية وعسكرية خطيرة تهدد الأمن الوطني. والأهم من ذلك كله هو أن القوات الحكومية تفتقر إلى وجود عقيدة عسكرية وطنية يتم على أساسها تنظيم القوات المسلحة وتسليحها بأسلحة تتلائم مع هذه العقيدة. فكما هو معروف وأن بلدان العالم الثالث لا تستطيع صياغة عقيدة قتالية مستقلة لجيوشها، لأنها لا تستطيع تصنيع أسلحتها محليا، لذلك فهي تتبع عادة عقائد الدول المصنعة لمنظومات الأسلحة، علما بأن الجيش العراقي الجديد بعد العام 2003 سار وفق العقيدتين العسكرية الشرقية والغربية، فصنوف الدروع والدفاع الجوي والكيماوي وصنوف أخرى تبنت العقيدة الشرقية، أما صنف المشاة والمدفعية وجزء من القوة الجوية تبنت العقيدة الغربية.
وفي سياق نبقى مع مقال الكاتب حاتم الفلاحي حول بناء الجيش العراقي بعد عام 2003، فهو أمر مهم. اعتماد مبدأ المحاصصة الطائفية في بناء الجيش، لقد اعتمدت القوات الأمريكية، يقول الفلاحي، في بناء الجيش العراقي على مبدأ المحاصصة الطائفية، الأمر الذي أنهى الحرفية والمهنية والكفاءة في الجيش العراقي، خصوصا بعد أن تقدمت الهوية الطائفية على الهوية الوطنية، وأصبحت الكفاءة تقاس بالولاء للطائفة، مما أثر سلبا على بناء منظومة القيادة والسيطرة بشكل كبير. إن دمج الميليشيات الطائفية التي ساهمت بغزو العراق كنواة للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية حسب القرار المرقم 91 لعام 2004 يتعارض بنيويا وفنيا ومهنيا وقانونيا مع تشكيل قوات مسلحة وطنية وغير طائفية، كما أن لهذا الأمر تأثيرا سلبيا على مستوى الكفاءة والأداء القتالي للقوات المسلحة، كونها غير مدربة وتفتقر إلى الكفاءة الفنية والقتالية، علما بأن هذه الميليشيات تغولت في غالبية الصنوف العسكرية والأجهزة الأمنية، مما حولها لمؤسسات طائفية ومسيسة وغير محايدة تفتقر إلى المهنية والحرفية، مما أثر على كفاءتها القتالية بشكل كبير، لأن بناء المؤسسة العسكرية يجب أن تكون فوق الميول والاتجاهات السياسية، ويجب أن تكون قوات مهنية وغير طائفية لكي تؤدي واجبها في بسط القانون وهيبة الدولة. إن دمج الميليشيات كنواة للجيش العراقي هو خطأ استراتيجي كبير ارتكبه الحاكم الأمريكي بول بريمر بحق الجيش العراقي والمؤسسة الأمنية، ويعتبر كارثة أمنية وعسكرية كبيرة أثرت على بناء وأداء القوات المسلحة بشكل كبير جدا، بحيث تحولت هذه المؤسسة إلى ميليشيات كبيرة، وهذا ما أثبتته الأحداث بعد تفجيرات سامراء عام 2006 عندما شاركت الكثير من هذه القوات في عمليات القتل والتطهير العرقي، وخاصة في بغداد وديالة، وكذلك في أحداث الموصل وما تلاها عام 2014، حيث يقول فالح الفياض في تصريح صحفي إن الحشد الشعبي يمثل ذراع الدولة العراقية، وهو القوة الأولى في مواجهة أعداء البلاد، والجيش العراقي أصبح الآن في حال إسناد للحشد، مؤكدا أن الحشد يمثل جميع العراقيين وكل اللغط الذي أثير حوله خلال معركة الموصل كان مجرد هراء. وأضاف الفياض أن إمكانيات الحشد الشعبي تشكل ثروة كبيرة. وأصبحت المناصب مقسمة طائفيا، بحيث يتم توزيع وإشغال المناصب بغض النظر عن الحرفية والمهنية في الجيش، بدءا من رئاسة أركان الجيش نزولا إلى الفرق والتشكيلات، مما أدى إلى تدخل الانتماء السياسي والطائفي في هذه المؤسسة العريقة التي كان يجب أن تكون فوق الميول والاتجاهات السياسية. وإلى مجلة الجاردينيا العراقية ومقال الكاتب عون القلمشي جاء فيه: منذ عدة شهور وأصحاب العقول المحدودة مشغولون جدا بالصراع الدائر بين أشرار ما يسمى بالعملية السياسية، وعلى وجه الخصوص بين مقتدى الصدر وميليشياته المسلحة من جهة، ونور المالكي وقادة حشده الشعبي المسلح من جهة أخرى، ظنا منهم بأن انتصار مقتدى سيخرج العراق من جهنم إلى الجنة، في حين تجاهل العراقيون هذا الصراع واعتبروه بما حسب ما يقال باللهجة العراقية عركة حرامية لتقسيم المناصب والسرقات، أو كما وصفوه في بيت شعر باللهجة العامية يقول: أفندي وشروال وعمامة والبوق راح يصير للهامة، في إشارة إلى أسماء المكونات الثلاثة التي وضعها المحتل قيد الشيطنة سياسيا. أما الادعاءات التي يروج لها هؤلاء الأشرار ويردد صداها ذيولهم القدامى والجدد من الانتهازيين والوصوليين والمنافقين لتجميل وجوههم الكالحة
فهي ليست سوى مجموعة أكاذيب مفضوحة، وإلا ما معنى الصراخ حول تشكيل حكومة أغلبية وفي الوقت نفسه يشارك فيها جميع الكتل الفائزة والخاسرة وكل الفئات والأديان والمذاهب والقوميات؟ أم أن استبعاد حرامي واحد مثل نور المالكي من الحكومة الجديدة تجعلها حكومة أغلبية ليصبح المالكي وحده ممثلا للأقلية؟ وما معنى حكومة وطنية وجميع أعضائها من ذات الوجوه الكالحة الذين تسلقوا إلى السلطة بسلم الاحتلال وتحت قيادة حاكمه المدني بول بريمر؟ ألم يعلن الصدر بأن لا مكان للقادمين الجدد من المستقلين في الحكومة الجديدة؟ كيف يمكن للحكومة المرتقبة من الخروج على المحاصصة الطائفية والفساد بعد أن حمتها مواد دستورية ملتوية؟ ألم يكتب هذا الدستور أو يكتب نوح فليدمان الأمريكي من أصل صهيوني بتكليف من قبل المحتل بهدف تدمير العراق دولة ومجتمعا؟ أم أن المواد التي أضيفت أو التعديلات الشكلية التي جرت عليه من قبل لجنة عراقية حولته بقدرة قادر من دستور محتل إلى دستور وطني؟ الشيء الجديد في هذه المسرحية الهزيلة أن الصراع اليوم أصبح مكشوفا للعيان أكثر من المعهود وأكثر صراخا وعويلا، وأن المتصارعين لم يعد يهمهم ردود الفعل لا من قبل الشعب ولا من القانون، بل لم يتوانى هؤلاء الأشرار عن توظيف الدم العراقي في هذا الصراع بعد أن كان مقتصرا فقط على تبادل الاتهامات والشتائم المبتذلة أو التهديدات بشكل ملحوظ وبكشف ملفات الفساد وجرائم القتل. إذ لا يمر، يقول الكاتب، لا يمر يوم واحد فقط دون حدوث تفجيرات أو السماح للمنظمات الإرهابية بقتل الأبرياء من المدنيين العزل أو حدوث هجوم على هذه القرية أو تلك أو قصف مطار أو مقر وزارة أو سفارة. نبقى مع الكاتب عوني القلمشي ومقاله حول الصراع السياسي على الحكومة في العراق. يقول القلمشي: ترى إذا كانت هذه الصراعات مفبركة وتنتهي عادة إلى التراضي، فيما الحاجة إليها إذن؟ سؤال وجيه. أصل الحكاية أيها السيدات والسادة أن المحتل عادة ما يلجأ إلى هذا السيناريو الجاهز كلما واجه مشكلة أو وقع في مأزق أو تزايد حجم الاستياء الشعبي ضده، مثلما يلجأ إليه كلما أراد تحقيق هدف يصعب تحقيقه أو الوصول إلى مناله أو تمريره في جنح الظلام. فقد أثبت هذا السيناريو فعاليته في إشغال الناس والتقليل من اهتمامهم بالشؤون الأخرى حتى إذا كانت مهمة، خاصة وأن المواطن بعد أن فقد القدرة على التأثير في الأحداث يلجأ إلى المراهنة على مثل هذه الصراعات على أمل أن يجد فيها مخرجا. ثم كيف ستحاكم الحكومة الجديدة الفاسدين وأعضاؤها ممثلون لرؤوس الفساد وحيتانه؟ أليس مقتدى الصدر ومسعود البرزاني ومحمد الحلبوسي وخميس الخنجر وهادي العامري وعمار الحكيم وحيدر العبادي وبقية الشلة هم من خريجي جامعة المحتل الفساد بدرجة امتياز؟ بالمقابل نسأل أيضا: كيف لهذه الحكومة أن تكون لا شرقية ولا غربية وقائد الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني يجتمع علنا بقادة الكتل الفائزة والخاسرة، ثم يهرع بعدها الجميع لعقد اجتماع لمناقشة المطالب الإيرانية؟ أم أن هذه الصفات الرنانة التي أطلقت على الحكومة القادمة كافية لمنحها صفة الاستقلال ورفض التبعية؟ أليس ما يفعلون أشبه بما يفعله الحواة؟ هذه ليست المرة الأولى التي يجري فيها عرض مثل هذه المسرحية البائسة، فقد سبق وتم عرضها على الجمهور العراقي مرات عديدة وافتضح أمرها. فعلى سبيل المثال للحصر نذكر الصراع الذي دار بين نور المالكي من جهة ومسعود البرزاني وأياد علاوي ومقتدى الصدر من جهة أخرى في منتصف عام 2012
بسبب انفراد المالك بالسلطة من خلال تقزيمه لشركائه. كاتب يعقب: إن اشتراك هؤلاء الأشرار في مثل هذه المسرحيات البائسة لخداع العراقيين يدل بشكل قاطع وواضح تماما على أنهم مجرمون لا يمتلكون ذرة من الغيرة والشرف والأخلاق، وإنهم على درجة من الغباء لا يحسدون عليها، لأنهم حتى لو يسعوا لم يسعوا حتى لذر الرماد في العيون بإظهار قدر من الاهتمام، حتى وإن كان ضئيلا، بمطالب الحد الأدنى للناس كالماء والكهرباء، لا أن تنصب جهودهم على التسابق لكسب تأييد الأجنبي لتسمية الكتلة الأكبر كي تضمن لنفسها حصة الأسد من جسد العراق الجريح. أنتقل وإياكم إلى التايمز. نشر صحيفة التايمز مقالا للمعلق روجر بويز عن الدروس التي تعلمها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من الحرب في سوريا، وهي أن القصف يجدي، مشيرا إلى أن الجنرالات الروس يفضلون القصف الصاروخي على عملية احتلال استنزافية. إن روسيا لديها جيش يتعلم الدروس وبسرعة على الأقل في هذا القرن، فهو يصحح الأخطاء ويكيف تكتيكاته للتكنولوجيا الجديدة ويعد خططا تبقي أعداءه في حالة تكأه مستمرة. وبعد حملة القصف في سوريا التي نفذتها روسيا في الفترة ما بين 2015-2016 لم يجد الجنرالات الوقت لكي يزيحوا الغبار عن أحذيتهم العسكرية قبل أن يحاضروا الجيل القادم في كلية الأركان وتعلم الدروس. وتم تحليل الحملات العسكرية في الشيشان واستخدام السرعة والخداع في ضم القرم عام 2014 وتدمير الدبابات الروسية الصنع في الحرب الأذرية الأرمينية العام الماضي. كل هذا يعطي التميز لروسيا في المواجهة الحالية على الحدود الأوكرانية، وهي قدرة موسكو المتفوقة في تقديم الحلول الإبداعية إن لم تكن القاسية للكرملين وليس دهاء فلاديمير بوتين. يقول الكاتب: حتى الآن وحتى اللحظة ليس لدي انطباع من الخبراء العسكريين أن الغزو الشامل سيحدث أم لا، فالقوات الروسية موزعة على الحدود الأوكرانية، كما أن الجيش ليس مستعدا لاحتلال شامل. وإلى جانب ذلك، أثبت الروس أنهم محتلون أغبياء في أفغانستان وأوروبا الشرقية، والقوات الروسية في الخارج ليست بارعة في لعبة كسب العقول والقلوب. إذن حرب باردة على حدود أوكرانيا، ليس واضحا تماما ماذا سيحدث حتى اللحظة. مقال نشره موقع عربي 21 للكاتب رجب أبو سرية عكس ترامب الذي بدأ عهده بتحديد جبهة الخصوم بكل من كوريا الشمالية وإيران. جاء جو بايدن ليحدد أن أول الخصوم هي روسيا ثم الصين، وهذا يعني أن واشنطن تسعى بكل قوة إلى فتح حرب سياسية على روسيا قد لا تنتهي بمجرد فرض العقوبات الاقتصادية عليها. وقد بدأ الأمر يأخذ منحاه الميداني بعد نشر روسيا قواتها العسكرية على الحدود مع الجار المناكف الذي يقيم تحالفا استراتيجيا مع الغرب ويغلق أبواب الجيرة الحسنة مع روسيا، وذلك بالتزامن مع الحديث عن ضم أوكرانيا إلى حلف الناتو، وهذا يعتبر عند موسكو بمنزلة إعلان الحرب عليها. وصحيح أن هناك مشاكل بين روسيا وأوكرانيا بحاجة إلى حل، بدءا من الخلاف حول جزيرة القرم وليس انتهاءا بالتداخل بين مواطني البلدين، حيث كانا ضمن دولة واحدة لمدة تقرب من 70 عاما، حيث هناك ملايين البشر الأوكرانيين يتحدثون الروسية، كما أن هناك تزاوجاً وتداخلاً في كل المستويات الاجتماعية بين المجتمعين لا يمكن لحكومة أوكرانية أن تتجاهلها، فتحدث التوتر ثم تحتمي بالغرب الذي يتطلع وخاصة الولايات المتحدة إلى تحجيم روسيا وإعادتها إلى عهد بوريس يلتسن، حيث كان بلا حول ولا قوة سياسية دولية.
هذا ولم تكتفي واشنطن بإرسال المعدات العسكرية وتقديم الدعم السياسي والمالي إلى كييف، بل أعلنت كذلك عن إرسال جنود أمريكيين إلى أوروبا الشرقية ليكونوا على مقربة من جغرافيا التوتر على حدود أوكرانيا، أو لبث رسالة واضحة لموسكو مفادها بأن احتوائها لأوكرانيا وإغلاق الطريق أمام التوغل الغربي على حدودها سيقابل بتعزيز الوجود العسكري الغربي في أوروبا الشرقية. في خبرنا اليوم، اكتست منازل الهوبيت في ولاية سيوس وسط تركيا باللون الأبيض بعد تساقط غزير للثلوج على مدار الأيام السابقة. أضفت الثلوج رونقا شتويا جميلا خاصا على منازل الهوبيت، حيث لم يفوت عشاق التصوير هذه الفرصة لالتقاط الصور. وتستقبل المنازل الواقعة في منطقة التنزه باشابهتشي وسط سيواس زوارها على مدار السنة بهندستها المعمارية المرموقة، حيث بنيت مغطاة بالتراب في مشهد يلفت الأنظار ويشدها. وتحتوي منازل الهوبيت ذات الهندسة المستوحاة من الفيلم العالمي سيد الخواتم على جميع مستلزمات العائلة من مطبخ وغرف نوم وغرف جلوس وحمام، كما تعتبر من بين الأماكن المفضلة لعشاق العطلة المنعزلة، خصوصا مع فترة انتشار فيروس كورونا. متابعة ممتعة مع الكاريكاتور. إلى اللقاء.